مع الكرة الطايرة ومنتخب السيدات وصيف بطولة افريقيا، ومعانا افضل ليبرو في البطولة الكابتن ندى وليد لاعيبة منتخب مصر الكرة الطايرة، والحاصلة طبعا على جائزة افضل ليبرو في البطولة الافريقية الاخيرة اللي اختتمت في الكاميرون. نقول لك مبروك برضو ولا نقول هارد لك يا كابتن ندى؟ يعني ممكن الاثنين. الاثنين. ها تسمعاني بقى مع كابتن عماد؟ ها سمعتي مع كابتن عماد سمعت نفس طبعا. السؤال؟ ايوه احيانا كده زي ما كنت بتكلم مع كابتن عماد، ممكن اوصل نهائي بعد فتره كبيره، او منتخبات مصر مثلا ما عملتش الاداء ده قبل كده، او اوصل نهائي مع فريق قوي زي كينيا. القلق والتعب مع المجهود اللي حصل، مع انا شايف عمالقه افريقيا معايا، ده كان ليه اثر سلبي عليكم في الملعب؟ لا، هو ما كانش ليه اثر سلبي خالص، يعني هو بالعكس احنا كنا عندنا حافز كبير قوي ان احنا تخطينا كاميرون، اللي هو يعني فرقه بجد صعبه جدا جدا، طبعا وعندنا برضه كينيا فرقه طبعا اصعب، بس كان عندنا امل ان احنا ممكن نكسبهم، كان عندنا ثقه كبيره قوي، بس طبعا يعني ربنا ما وفقناش في اخر ماتش، بس لسه بدري يعني. طيب، البطولة دي بالنسبة لكم كانت بتمثل ايه في اهدافكم انتوا كتيم وكفريق عنده طموح؟ كان بتمثل لكم ايه البطولة دي بالتحديد؟ كان بالنسبه لنا احنا كجيل يعني ان احنا كنا عايزين نعمل حاجه محدش عارف يوصل لها، تمام. واكشلي احنا عملنا يعني، بس كان نفسنا ناخد البطوله كلها، بس يعني بتمثل لنا حاجه كبيره قوي ان احنا تعبنا قوي، تقريبا قعدنا في المعسكر اكتر من 3 شهور مع بعض، والتمارين كانت متعبه جدا، كان الصبح وبالليل، فكنا نفسنا نوصل لحاجه محدش عملها قبل كده يعني. تمام، رايحين كاس العالم ان شاء الله، ان شاء الله رايحين باذن الله. نلعب مع مستوى تاني خالص، مع طبعا طبعا يعني لو اتكلمت مش عايز اذكر طبعا يعني ايطاليا، مش عايز اذكر برازيل، تركيا، يعني في بص عمالقه بقى هناك في بطولات العالم. كلها ما بترحمش. مفيش الضرب من اعلى مستوى بصراحه، صح؟ طبعا كروسات وفي التلت اللي قدام، يعني ربنا يكون في عونك انت، لانك انت اللي بتلم الملعب. ايوه، انا اللي في وشي على طول فطموحنا ايه في بطولة العالم ان شاء الله؟ ان احنا هنطلع شكلنا كويس ان شاء الله، وان احنا نقدر يعني لو في ماتشات كتير نقدر نكسبها، ودي لا يعني احنا برضه فرقه كويسه جدا يعني. ربنا ما وفقناش في اخر ماتش، بس احنا فرقه ممكن نكسب يعني. تمام، بشكرك جدا على الكلام الجميل ده، وبالتوفيق ان شاء الله، بالتوفيق ان يا شاء رب الله، ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك جدا كابتن ندى وليد، ليبرو منتخب مصر.